السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة يوت كودي. إذا كانت هذه أول مرة تشاهد القناة، ما تنساش الضغط على زر سبسكرايب باش يوصلك الجديد. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعرفوا كيفاش تصاوب أدفانسد كالكولاتور، يعني آلة حاسبة متقدمة عن طريق أندرويد ستوديو. من بعد ما صوبت الفيديو الأول اللي اول فيديو فلاشين، فعلا لقى نجاح كبير، وشحال من واحد كيسولوني في لي كومونتير يعني كيفاش اصلا كتخدم على الكالكوليتر. هاد الكالكوليتريس في الاول ديالها خدمتها بطريقه عاديه، والفيديو طويل ودرت ليه تسريع، عفوا، يعني الفيديو طويل ودرت ليه تسريع، يعني شحال من واحد قال لي عاود التوتوريال وحاول تعطينا يعني كيفاش الكالكولاتريس الحقيقيه كتخدم، يعني من ا زد. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الالغوريثم خلف اللي كتشتغل به الكالكولاتريس. اولا غادي نشوفوا الديمو، شوفوا الديمو يعني في النهايه ديال هذا الفيديو، ماشي بالضروره غادي يكون واحد الفيديو، ممكن يكون جوج ولا ثلاثه على حسب، باش ما يكونش واحد الفيديو طويل. غادي نشوفوا الديمو ديالنا. مثلا في الاخ غادي نصوبوا، هذه هي الكالكولاتريس اللي غادي نصوبوا، مثلا 7 زائد 7 ناقص 7 تساوي 0 زائد 3 تساوي 3 مضروبه 9 مقسومه على 8، يعني كدير بزاف ديال العمليات، ماشي غير جوج الارقام، يعني بزاف ديال الارقام وبزاف ديال العمليات في نفس الوقت. فاصلة جوج مثلا تساوي مزح، يعني هذه هي على حسب اللي غادي نصاوبو. يعني اللي مهم في هذا الفيديو ماشي بالضرورة ماشي على حسب براسها، ولكن الالغوريثم اللي كتشتغل به هاد الآلة حاسبة، يعني غادي نتعرفوا على الالغوريثم ديال. من بعد غادي نقول لكم السميه ديال الفيديو ان شاء الله. من بعد ما شفنا الديمو، اول حاجه غديرها غادي نحيد المنتور. اول حاجه غديرها غادي تمشي لهاد اللين، غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. غادي تمشي لجيت هاب، غادي تلقى ستارتر كود، يعني الكود اللي غادي تبدا منه. غادي تلقى تمشي للبرونش، غادي تضغط على ستارتر كود، مزيان. غادي تمشي لديل كلون الكود او تيليشارجي كوم زيب، يعني انت وطريقتك. الا كنتي مانصالي الجيت، غادي تكوبي هاد لو ليان، تكوبي هاد لو ليان، غادي تمشي لاندرويد ستوديو، وغادي دير كلون، غادي دير ليان هنا، وغادي دير كلون البروجي، يعني غادي تمشي لستارت كود باش تبدا من البلاصه من اش غنبدا انا، مزيان. يعني ملي غادي تيليشارجي الكود غادي يخرج لك البروجي بحال هكا. البروجي فيه اولا البروجي فيه فيها اكتيفيتي بسيطه، وفي اليو اي، يعني اليو اي ما غاديش نخدمه في هذا الفيديو، يعني حيت الكور كما قلت لك، كما قلت لكم الكور ماشي الغرض ديالو الكالكولاتريس براسها، ولكن الالغوريثم ديال الكالكولاتريس، يعني كيفاش كتخدم الكالكولاتريس في الخلفيه، يعني الالغوريثم ديالها. هذا هو علاش ما غاديش نصاوب، يعني الانترفاس بسيطه، ممكن اي واحد يصاوبها، يعني انترفاس بسيطه ماشي معقده، وبعد يعني وبعد اللي زيكون صافي. هذا الشيء اللي غادي تلقى في ستارتر كود، غادي تلقى اكتيفيتي والديزاين ديالها فيها دي ميثود، من بعد غادي نشرحهم. يعني من بعد ما شفنا ستارتر كود غادي نمشيو نطرافو على الالغوريثم. اذا من بعد ما شفنا ستارتر كود وشفنا الديمو، غادي نتعرفوا دابا على الالغوريثم. يعني الالغوريثم سميتو شانتينيارد الغوريثم،
هو اللي كيمكن لنا نخدمو كالكولاتريس. غادي نتعرفو عليه. يعني الشانتين يارد، وات از الشانتين يارد الكوريتم؟ الشانتين يارد وهي واحد الميثود فور بارسين ماتيماتيكال اكسبريشن سبيسيفيد ان ان فيكس نوتيشن تو بوست فيكس نوتيشن. هكا يعني هادشي، هي واحد الميثود اللي كتمكن لينا نكونفيرتيو واحد اكسبريسيون ماتيماتيك من ان فيكس نوتيشن تو بوست فيكس نوتيشن. اشنا هي ان فيكس واشنا هي بوست فيكس؟ دابا عندنا ان فيكس نوتيشن هي داك الاكسبريسيون ماتيماتيك اللي كنعرفو حنا كاملين، يعني اللي كنكتبو كاملين، 6 زائد 7 جوج زائد واحد، يعني داك الاكسبريسيون ماتيماتيك اللي كنعرفو حنا كاملين. هاد الالغوريزم كيحول لنا هاد الاكسبريسيون من ان فيكس نوتيشن تو بوست فيكس نوتيشن، يعني كيكونفيرتي لهاد كيكونفيرتي لهاد الشكل باش يسهل علينا نحسبوه. يعني ديك الساعات البي سي ولا الكمبيوتر كيحسبو بطريقه سهله. يعني هاد الان فيكس نوتيشن ما كيحسبوش، كنكونفيرتيو البوست فيكس باش نحسبوه. هاد الالغوريتم دار واحد السيد سميتو جيك ستار. نرجعو للموضوع ديالنا دابا، كيفاش كيخدم هاد الالغوريتم؟ نفترضو عندنا هاد الاكسبريسيون ماتيماتيك، عندنا 6 زائد 7 ناقص 8 مضروبة في 2 زائد 962 مقسومة على 7. عندنا كنعرفو واحد ستاك. شنو هو ستاك؟ هو لاست ان فيرست اوت، يعني اللي فوق داتا ستراكشر. اشنا هو وسط؟ الا ما كنتيش كتعرف ستركتور دو دوني بلا ما تدخل هادشي، غير اعتبرها واحد لا ليست. الا ليست اخر حاجه دخلت ليها هي اول حاجه غتخرج منها. يعني اخر اليمون درناه في ستاك هو اول اليمون غادي نخرجوه في ستاك. وعندنا واحد الكيو، الكيو العكس ديال ستاك، يعني اول اليمون كيدخل هو يعني اول اليمون كنديرو في ستاك هو اول اليمون كيخرج، يعني العكس ديال ستاك. يعني في فوق فيرست ان فيرست اوت. وعندنا بعض القواعد كنتبعوهم باش نحولوا هاد الاكسبريسيون، باش نحولوا هاد الاكسبريسيون ان فيكس البوست فيكس نوتيشن. هادي الفيديو غادي دابا غادي ندخلو مع المعقول، حاول تركز شويه. يعني القاعده الاولى كتقول if the token is a number added into the stack into the queue، يعني الا كان يعني هاد الاكسبريسيون ماتيماتيك كنقسموه، كنقسموه لي توكن، يعني كناخدو كناخدو منه شويه بشويه، يعني بارت با، يعني كناخدو 6 بوحده وزايد بوحده و7 بوحده، هادو كيتسموا لي توكن. يعني شاك فوا كناخد وحده 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 توكن. القاعدة الثانية كتقول if the token is operation push it into the stack، يعني إلا كان داك توكن اوبيراسيون، يعني زائد ولا ناقص ولا قوس ولا سلاش، ديرو في stack. if the token have low priority than the top of the stack، هاد القاعدة الثالثة فيها شوية تنكش. if the token have low priority than the top of the stack then pop the top of the stack before push. يعني هاد القاعدة الثالثة غادي نتعرفو عليها بليكزومبل، خليوها ابار. نمشيو دابا نشوفو اول توكن عندنا هو 6. 6 هو عدد، يعني غادي نتبعو القاعدة الاولى وغادي نديرو 6، غادي نديرو في الكيو. الرمز الثاني هو زايد، غادي نديروه في ستاك. نتبعو القاعدة الثانية 7 غادي نديروه في الكيو. دابا عندي ناقص، دابا هنا غادي نتعرفوا على القاعده الثالثه. ناقص كنشوفو، كنمشيو نشوفو اش كتقول القاعده الثالثه، كنمشيو نشوفو الاول، يعني اخر، يعني الطب ديال الصك، يعني اخر الى ممكن في الصك، ونقارن البريوريتي ديالو مع التوكن اللي عندي. يعني عندي ناقص وزايد، اشنا هو اللي عنده اولويه كبيرة؟ هو الزايد. يعني عندنا الناقص والزايد ومقسومة والضرب، مقسومة والضرب عندهم الميم بريوريتي.
والناقص عندها اللو بريوريتي. اذا اش كتقول القاعده تاعي؟ اذا كان التوكن هو عنده بريوريتي قل من الطوب ديال ستاك، غادي نخبيو ستاك كامل عند نديرو داك التوكن في ستاك، يعني غادي نحيدو الزائد وداك التوكن غادي نديروه في ستاك، هادشي كامل غادي نحولو باقي الكود. يعني حاول تركز معايا شويه. من بعد غادي عندي 8 غادي نحولو للكيو، غادي نديرها في الكيو. عندي مضروبه عندها اللو، عندها هاي بريوريتي على الناقص، يعني غادي نخليها غادي نديرها في الصك. عندي الزائد، عندي جوج عفوا، عندي دابا عندي الزائد عندها لو بريوريتي على المضروبة اللي عندي في الصك، يعني توب اوف دي صك هو المضروبة، يعني عندي الزائد عندها لو بريوريتي على المضروبة، يعني غادي نخوي الصك كامل، غادي نخوي الصك، غادي نحيد الصك واحد بواحد، عاد ندير الزايد في الستاك. من بعد عندي 962 غادي نديرها في الكيو. من بعد عندي مقسومة غادي نديرها في الستاك. من بعد 7 غادي نديرها في الكيو. ملي كنسالي الاكسبريسيون ديالي، ما يعني صافي ساريت، ما عندي شي توكن اخر، كنمشي نشوف الستاك اخي داكشي اللي بقى فيه كنخويه في الكيو، يعني كناخد اليمون با اليمون وكنخويه في الكيو. هذا دابا هو البوست فيكس نوتيشن، يعني دابا وصلنا للبوست فيكس نوتيشن، يعني دابا سالينا المرحله الاولى. غادي ندوزو للمرحله الثانيه هي ديال الكالكول، يعني غادي نحسبوا هذا الكالكول كيفاش كتحسب. دابا كيفاش كيدير الحساب؟ الحساب دابا كيدير بطريقه عكسيه. كيفاش كناخدو دابا كنقرا من الكيو، الا كان الرقم كنديرو في ستاك، يعني كندير 7 6 7، يعني كما قلنا في الاول الكيو هو اول اليمون كيدخل ليه هو اول اليمون كيخرج. ان فوا كنوصل اوبيراسيون، يعني ان فوا كنوصل واحد اوبيراسيون، يعني عندي دابا الزائد، كناخد داك الزائد داك الاوبيراسيون وكنمشي كناخد جوج، كندير بوش او لا بوب عفوا، كندير بوب من ستاك جوج مرات، يعني كناخد من ستاك المره الاولى والمره الثانيه، وكنحسب النتيجه اللي كتخرج ليا كنديرها في ستاك، يعني كان 6 زائد 7 13 كنديرها في ستاك. صافي كنمشي ناخد تاني ندوز تاني للكيو، كنبقى نهز فيه الا كان عدد كنديرو في الستاك 8 2. اين فوا كنوصل سي اوبيراسيون مثلا ملتيبليكاسيون، دابا عندي الضرب، كنمشي تاني كناخد جوج مرات من الستاك، كناخد 8 2 و8 كندير النتيجة هي 16 كنديرها في الستاك. وعندي الاوبيراسيون التاني هادو متبوعين، عندي الناقص، ناقص كناخد 16 كناخد 13 ناقص 3، النتيجة هي ناقص 3 كديرها في ستاك. كنمشي للكيو تاني كناخد العدد الموالي هي 662، من بعد 7، من بعد كنوصل لوبيراسيون ديال ديفيزيون، كنمشي ناخد تاني جوج مرات من العدد الاول. عقلوا على هذا العدد الاول والعدد التالي، ديما كناخد العدد الاول كنديرو على اليمين، العدد الثاني كنديرو على اليسار، غادي تعرفوا هذا علاش غنحتاجوها في الكود. كناخدو العدد الثاني النتيجه ديالهم كنديرها في الستاك. من بعد اكيد كاينه الفصيله سميتو، القضيه ديال الفصيله غادي نخليوها بار، غادي تبان في الكود. دابا ما درتهاش في السلايد، دابا درت غير ارقام صحيحه. الفصيله غادي تبان في الكود، غادي تبان في البراتيك، يعني غادي اخر اوبيراسيون عندي الزائد، يعني 137 زائد ناقص 3 هي 134، وكنبقى ناخذها في الستاك. بما انني ساريت الكيو، يعني الكيو خاوي، كنمشي للستاك، اخر اليمون كاين في الستاك هو الريزولتا فينال،
يعني اخر اليمون كينفصلك هو الريزولتا فينال. يعني دابا هاد الالغوريتم حاول تفهمه شويه، حيث هو غادي نبراتيكيو في الكود من الزيرو من ا الزيت. غادي نمشيو دابا للكود، نشوف ياك ما طولت في الفيديو. غادي نمشيو دابا للكود، الكود دابا غادي نكتب فيه غا شويه ومن بعد غادي نساليوه في الفيديو الثاني. يعني غادي نمشيو نديرو واحد الكلاس ديال الكالكولاتور، يعني الكلاس هو اللي كيتكلف لينا بالكالكولاتور. الملاحظه اللي ما قلتهاش في الاول هي ان غادي نخدم كوتلين، من بعد الكود ديال جافا غادي نديرو في جيت اب. يعني دابا في التوتوريال غادي نخدم بكوتلين، الكود ديال في الجيت هاب غادي يكون بجوجهم، غادي تكون كوتلين وغادي يكون جافا. يعني انت غادي تختار ديك الساعات اللي بغيتي، ولكن في التوتوريال دابا في الكود في الفيديو غادي نخدم بكوتلين. يعني غادي نكري واحد الكلاس ديالنا نسميه كالكيلاتور. ندير كلاس كالكيلاتور، يعني هاد الكلاس كالكيلاتور هو اللي غادي نخدمو بيه، هو اللي غادي نخدمو بيه من بعد. هاد الكلاس كالكيلاتور اش فيه؟ غادي نديرو فيه واحد برايفيت فار اكس، فيه واحد الاكسبريشن ماتيماتيك اكسبريشن كول نيل فان، فيه واحد الاكسبريشن نديرو مثلا تيب سترين باش يبان. اوكي، من بعد نديرو فيه واحد الميثود فانكشن جيت ريزولت. هادو غادي ندير لهم امبليمونطاسيون من بعد. هاد الجيت ريزولت كنعطي ليها في لي بارامتر اكسبريشن دو تيب سترينغ، كترجع ليا بوليان دوبل، عفوا كترجع ليا دوبل. كندير ديس دوت اكسبريشن تساوي اكسبريشن، من بعد غادي ندير دودو هنايا. يعني غادي نكمل الكود في الفيديو الجاي. غادي ندير ريتيرن زيرو زيرو باغ ديفو، من بعد نمشيو. غادي تبع معايا، هذا دابا غير كندير غير البداية ديال الكود، مازال ما دخلنا لا في الالغوريتم لا والو. يعني دابا غادي الفيديو غادي نتوقف هنايا باش ما يكونش الفيديو طويل، غادي نبداو الكود ان شاء الله في الفيديو الجاي. نتمنى انكم فهمتوا الالغوريتم، الا مازال ما فهمتوا حاولوا تعاودوا داك السلايد، ديك البداية ديال السلايد، وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي يتضح كل شيء ان شاء الله. ما تنساو ديروا سبسكرايب الى عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.